عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح أنطعم. وصلنا معاكم للمتعة والإثارة في دوري أبطال أوروبا، منافسات دوري أبطال أوروبا النهاردة، عندنا مباريات الجولة السادسة والأخيرة، وطبعا هتحدد ترتيب الفرق بشكل كامل جدا، لأنه خلاص في أندية حسمت تأهلها للدور ثمن النهائي، متبقي أندية لسه ما حسمتش التأهل بتاعها، ده غير طبعا الأندية اللي هتتأهل للدوري الأوروبي. أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا هتكون كالتالي: الساعة 8 إلى ربع مساء أينهوفن هيواجه أرسنال، في نفس التوقيت لانس هيكون على موعد مع إشبيلية. أما الساعة 10 مساء فمانشستر يونايتد هيواجه بايرن ميونخ، وفي نفس التوقيت إنتر ميلان هيواجه ريال سوسيداد. أيضا في نفس التوقيت نابولي هيواجه سبورتينج براغا، وأيضا في نفس التوقيت يونيون برلين هيواجه ريال مدريد.